فجيت درنا خذينا المشاريع اللي الموجودة اوريدي ومش مستكملة، خذينا اللي 70% فما فوق، وهنا عندنا 750 مشروع موجودات على يعني على الخريطة الليبية، موزعات في كل على وسع البلاد، يعني ما فيش بدون استثناء. 750 هذين يعني لما تاخذن وتفصلن يطلع فوق 1000 شيء، من مباني إدارية إلى مستوصفات إلى عيادات مستشفيات، عدد كبير جدا. في وحدات ممكن فاضل فيهن 1% بس، في وحدات 30%، اللي طبعا حسب الحجم. إذا كان مستشفى 30% في عيادة، يعني ممكن يستكمل في أسرع مدة من 10% من المستشفى أو حتى أقل. ودرنا لهم حصر، وعندنا متاعين مشروعات شافون كي شفنا الشركات اللي مسؤولات عليهن، في منهن تركية، منهن تونسية، منهن من يعني دول واجد. طبعا انا ما نقدرش التفاصيل هذين راح نحكي لكم عليهم بالضبط، لكن في بعض المشاريع اللي مستكملة بالكامل، مبنى كامل وناقص بس التجهيزات والأطقم، ومتفق حتى معاهن، وهذا واحد منهم زي بتاع مستشفى المرج مثلا، وحتى درنا. ف اتصلنا بالشركات اللي مسؤولة عليهم واتفقنا انهم يستكملوا المشاريع هذه. لكن بعدها لما صار برنامج النزوح الجماعي للناس بالعلاج بالخارج، بقى الموضوع أصبح فيه شيء ملح إن نديره خطة عاجلة، مش الشورت تيرم. فخذينا المشاريع المستكملة اوريدي اللي موجودة ومازال قاعدين يشتغلوا فيه، المستشفيات العادية الموجودة، واخترنا منهن المستشفى الخضراء في طرابلس، والهواري في بنغازي، وفيه في سابها مستشفى أعتقد هو بتاع الألف، المستشفى سابها المركز يعني، وهو بعدين ضفنا لهم العيادات الخاصة على وسع البلاد، العيادات الخاصة كلهن اللي طبعا معترف بها كمراكز علاج، يعني مش البيزك، وقلنا ندعمون حتى هن، بحيث ان نعطوهم بالنسبة للحكومية. خلينا نجيب لكم الأولاد الحكومية، كان في بعض الشركات اللي اتفقنا معاهن انهن يستكملن يدير المسح على الماكينات هذينا، وشوفن شن نواقص، وكان من مواد من معدات او من اطقم طبية، وطلبنا من المستشفيات هذينا تعطينا what's missing in them، سواء كانت معدات او اطباء او تمريض او حتى باراميديكال وادارة. وجانا القوائم بكل النواقص هذه بالآلات اللي ناقصة، واتفقنا مع الشركات إن تستكمل لنا الشيء هذا. أنا معلش راني ما نقدرش نقرا شن تكتبوا لأني قريبة، ده وانت بعد شوية مش عارفة كي تسمعوا. أوكي، حنرد على الأسئلة، ما نقدرش نرد، ما نقدرش إن نواصل الدوا ونقرا الكتيبة، اسمحوا لي معلش. بالنسبة للمستشفيات الخاصة أو العيادات الخاصة، قلنا كلمناهم الاتحاد عندهم، هم اتحاد وعندهم مسؤولين عليهم، واحد شخص تكلم باسمهم كلهم، قلنا لا يتصل بيهم، حنديروا لهم prepaid زي ما نديروا في البلادات هنا، يعني في بعض الدول تطلب انها نديروا لها prepaid. فقلنا الفلوس هذين هم يحسنوا بهم عياداتهم، في نفس الوقت بعدين تستقطع من المصاريف بتاع الناس اللي يعالجوهم. الهدف منها هي ان نوفروا best standard of care او للناس في داخل ليبيا، وبعد نجهزوا هذا، وعلى امل نحن خلال يعني اقل من شهر يكون جهزات كلهم. حتى واحد من مثلا تاع المرج اتفقنا معاهم انهم يكملوا برنامجهم، وغيرنا حتى العقد معاهم، هو العقد كان 18 طبيب واداري، درناه 34 توا.
بما فيهم إداريين وبما فيهم باراميديكس، وفي نفس الوقت قلنا لهم يشوفونا البيضة وشهات حتى هن ودرنا هنا ممكن ياخذ المنطقة هذه كلها. 1200 سرير في بنغازي مثلا الفرنساوية تكلمنا معاهم على انهم يستكملوا الجزء الثاني، حتى النساء ولادة الجزء الثاني نساء ولادة مستكمل جميل جدا المكان، ونسكروا مستشفى النساء ولادة متاع جمهورية هذا اللي في بنغازي، ونتوقع هذا يكون جاهز خلال فترة وجيزة. حتى هو عندنا بس بعض التعديلات الإدارية يعني، لكن الموضوع ماشي الحمد لله. بعدين هذا مش بس في المنطقة، طبعا المنطقة الغربية عندنا خذينا نحن توزيع جغرافي، خذينا حتى من مصراتة وخذينا في الجبل الغربي وفي سبها وفي تبوني نشوف لكم الأسماء موجودات عندي، لكن أنا أعتقد الأفضل لما نجهز يعني أعتقد أسبوع هذا حيكون عندي ديتيل بالضبط شنو الأسامي المستشفيات هذين. أوكي شكرا يا دكتور. ونوريه لكم لأنه هو مش حيكون سر، هذا حيطلع للعام حتى في التلفزيون الناس تعرفه، لأنه لكن فيه رغم الوزارة يعني الحمد لله يشتغلوا زي خلية النحل الفترة الأخيرة، حتى الجمعة يشتغلوا وكلنا نشتغلوا بما فيه منا نمشي، والله نشتغلوا من الساعة 8 في الصبح لعند 12 في الليل، الجمعة هاه نبدأ عد بعد صلاة الظهر وتختم لنا لعند يجي 10 في الليل، وشغل شغل يعني، والحمد لله إن شاء الله حيبان النتائج قريب بعون الله. أنا توم بنوقف دوا، وتبي تسألني أي سؤال جديد تفضل من فضلك. شكرا دكتورة فاطمة. القادرة أنت حاليا عندكم تيمز تشتغل على it looks for the health facilities in different regions of the countries and the actual needs on those facilities. Do you actually have teams who are working on scanning on these facilities regarding medicine, staffing, administrations and medical supplies? Do you have an actual teams in each region that are working on that? ولا جست الكومباني اللي حكيت عليها دي اللي كانوا متعاقدين مع الاولد فاسيليتيز؟ كان يو اكسبلين ذات بليز. شكرا دكتور. نعم عندنا تيمز، عندنا قسم المشروعات اخرى يعني هذوما ينظروا في المشروعات بالنسبه للمباني، عندنا قسم الصيدله والامداد نفس الحكايه يحصروا في النواقص وطبعا باتصال مع المستشفيات اللوكال. وبعدين بالنسبة لي نسيت أنا ما قلت لكمش مثلا جهاز الإسعاف، حتى هو واحد من الأشياء اللي نحن حاطين في البرايورتي عندنا، ديرنا له فيه شركة تعاقدنا معها تقيم لنا جهاز الإسعاف بالكامل وإمبروف إت. التيمز هذينا كيف تم اختيار عندنا نحن في الوزارة نفسها، عندنا إدارات طبعا، وجاتنا عروض من عدة شركات دول حتى هنا جان راهو مباشر من حكوماتنا، نحن رفضنا نتعامل مع أطراف ثالثة ثيرد بارتي. فعندنا ألمانيا مثلا رئيس الوزراء الألماني ووزير الصحة الألماني، بعدين فرنسا نفس الحكاية، وعندنا بريطانيا نفس الحكاية، كلهم جان عن طريق الهيلث مينستر اوف هيلث اند مينستر اوف فورين افيرز. نحن صراحة بتجارب سابقة حكاية الطرف الثالث هذا يعني رفضناه بالكامل، وهذا اتفاق معنا كلنا مع الحكومة بالكامل وأنا موافقة عليه، لأن الطرف الثالث عبارة عن يأكل فلوسك. We don't need to do that. You speak directly to the Minister of Health of that country وتكلم معه ويندار الشغل بتاعك، وفي نفس الوقت الشركات الشركات الأدوية نفس الحكاية ما نحتاجوش طرف ثالث يخش في الموضوع لأنها أرخص لنا وأفضل، وتقدر تحط شروطك بالطريقة اللي أنت تبيها. مش عارفة كان جاوبتك أسئلتك في حاجة بس نبي نقولها، حكاية الـ IMC أنا لاحظت في دوا واجدة عليها الـ IMC، وحتى في حاجة اسمها ميرلين شركة، هي مش شركة زي ما تقول NGO ميرلين، هذين اثنين نحن مش اخترناه.